بابا عمر بدهم يقطعوها. ما لا تخليهم يقطعوا لي رجلي. الله يخليك. بنتي حبيبتي، هنن بدهم يقطعوا لي رجلي، بدهم يقطعوها. لا تخليهم بابا. الله يخليك. انت بتحبني ما؟ لا تسمح لهم يأذوني. الله يخليك. بنتي طولي بالك، لا تخليهم يجرحوني بابا. كيف بدهم يجرحوكي يا روحي؟ طب ليش بدهم يقطعوها بابا؟ ليش؟ انتي صغيرة يا بنتي، هذا مشان ينقذوا حياتك. طب ليش انا اللي عم بصير معي هيك؟ ليش انا؟ انا ما عاد بدي اعيش. انا بدي موت. خليني موت بابا. الله يخليك. أنا بحياتي ما أذيت حدا. ليش بدهم يأذوني؟ الله رحيم يا بنتي. رحمة شو يا بابا؟ شوف حالتي. لو عن جد في رحمة بتكون الرحمة إني موت. بابا أنا بدي موت. بابا خال انا هون اذا بيلزمكم دم. يسلموا يا ابن اختي، في دم كتير هون. هاي اول مره بطالع رصاصه من حدا. انا طالعت. هدي اعصابك واعمل مثل ما انا بقول لك. صفيه بيلتقى معك مرايه؟ ايه معي. حط ايدك عليه. مانو غميق يا خالي مراد. ارحم حالك وارحمنا. خليه خدرك موضعي مشان ما اشعر بالالم. ماشي. هلا افتح لي الجرح. لا لا لا، ما بقى فيني اتحمل. لك شو عم تساوي؟ ما بخلي حدا يقول عني خاف. لك شو عملها؟ خليه ينام. خليه. يلا طلع الرصاصة. الحمد لله اللي ما عرفني حدا وقدرت جيب لك ثلج. يسلم.
عبود بما انه ما حدا عرفنا، شو رايك اخذك على شي مستوصف هون؟ لو ما زتيت التليفون كنت جبت لك كل الممرضات لهون، بس زتيته بسيطة. عبود بدي اقول لك شغلة، انا كنت بعرف. منين عرفت؟ وقت كنت تحكي بالتليفون بصوت واطي، ووقت كنا نروح على الرماية وانت واحد ما بتهتم بالحب، ووقت ترفعت وصرت ايد المعلم اليسار، بس انا ما حكيت شيء قدام المعلم ميماتي. تأكد انه بعرف كل شيء، بس مو بايدي. بحبك لك عبود، لو واحد غيرك انضرب هالضرب كان بسلامتك مات، بس انت باينتك ترباية الدولة. عمران يا اسكت يا روح. اوهو علينا، دغري غيرت المحطة لك عبود. يا ترى وين رح ميماتي؟ إذا ما بدك تجي هلا، إمتى رح تجي؟ مالي مطولة بابا. بنتي، أبعت لك أمك. لا لا لا، ما بدي. بدي ضل لحالي. فيني ضل لحالي شوي؟ طبعاً يا بنتي. بابا عمر، أنا ما عاد بدي أشوف حدا بعد هلأ. إذا إجا مراد أو علي ما بدي هون يشوفوني وأنا بهي الحالة. منحكي بهالموضوع بعدين. لا بابا لا، إذا بتحبني أنا ما عاد بدي أشوف حدا. الله يخليك. طيب يا بنتي، مثل ما بدك. نزفت كتير، شو حاسس؟ أنا بخير. بظن زمرة دمي تناسبك. ما في داعي صفية. شكرا دكتور، يسلموا. لازم يفحصك دكتور. أنا فيني أعتني بحالي. خذ نفس عميق خال، عميق. لازم تفيق خال، هذا الشيء ما بيناسبك. عم يعتنوا فيه جوا. مين انت؟ عزت يا خالي، عزت. مين عزت؟ كيف اي عزت؟ عزت ما بعرفه. عزت ما بيفهم خال، عزت. شو خلصت؟ ايه خلصت. كيفه مراد منيح؟ لا وضعه تمام هلأ، بس الله يرضى عليك يا اخي البيطري. شكرا. ليك انت ما شفتناها ونحن ما منعرفك. نمت متقل بالعشاء وشفت كابوس. شوف اذا حكيت عن هالكابوس رح حقق لك يا. يلا مع السلامة. ميسرة الله معك. شو ما بدك تفوت؟ هلا بيفحصك يا عزت.
عم سكر المحل يا سيد نظام الدين. ماشي سكر يا صديقي، رح اجي بكرة بنفس الوقت ومثل العادة لنحكي. على راسي. يا ابن اختي وقف لك بشي محل، خلينا نرتاح شوي. لا خالي يمكن سمعوا عنا. وشو يعني اذا سمعوا؟ لازم ترتاح. بدي اخذ رهف وبعدين برتاح. مين رهف؟ يمكن يروحوا يأذوها. تعرف عنوان بيتها عزاك؟ بعرف خال. رهف، رهف مو بالبيت. وين لك انت؟ فكرت انك بتعرف. صفية رهف وينها؟ هي بالمستشفى. شو صاير لها؟ تعرضت لحادث سير، وضع صعب كتير. صفية احكي لي، الله يخليك لا تخبي علي شيء. الحقيقة انها انصابت بالشلل. لا حول ولا قوة الا بالله. خذوني لعند رهف. بس في شرطة بالمستشفى. يا مراد خلينا نوقف ترتاح شوي، بعدين نحن منساوي اللي بدك اياه. حالتك صعبة وما فيك تشوفها بالحالة. فيني شوفها؟ فيني. مراد طول بالك شوي، استنى لتهدى الأحوال. عزاك خدنا لمحل فاضي، ما رح تروح ولا لمحل. خالو مراد اللي صار صار وخلص، ما بتحمل اني اخسرك. طلع انت طيب وروح محل ما بدك. بدي تتركوني لحالي لو سمحتوا. لو سمحتوا.
شمديلي تعرضت للمرة الثانية لانفجار قنبلة خلال أسبوعين، واعتصمت الجماهير ضد الفاعلين. طلع علينا وقارن بيننا وبين فرنسا. ما فيهم شرف. إذا كانوا أولادهم بيعتذروا لهم، وإذا نحن بصلب الموضوع بيقولوا حقوق الإنسان. شو بيقولوا للشخص اللي بيحكي مع حاله؟ بيقولوا عنه حكمات يا عم عمر. أنا متضايق. هلأ مو وقت تنزعج، لازم نرفع لها معنوياتها لرهف. يا عمي عمر، مين أنا لأرفع لها معنوياتها؟ لا تواخذني، لكن هي وظيفتك؟ استغفر الله. أنت عم تقول إني عم حاكي حالي، تعرف شو جاي عبالي؟ جاي عبالي أصرخ بميدان لحالي، إيه لحالي، أصرخ وأقول يا ناس، الناس عم تموت كل يوم، عم يتألموا وعم يتعذبوا وعم ينظلموا وعم يموتوا، ما حدا عم يعمل شيء. الحمد لله لساتنا بخير. فرنسا شاعلة، ما حدا عم يقول اللي بده اياه الشعب. شو عم يطالبوا اللي عم يحرقوا السيارات؟ لا يفكروا بالاسباب ويقولوا منقلع اللي ما بيقبل بقوانيننا. طيب انت حطيت القوانين لتناسبهم؟ لا، استعمرتهم 50 سنة، وخلال هالخمسين سنة قتلت الملايين منهم واجيت فيهم عبلادك وعاملتهم مثل العبيد. ما عطيتهم عمل ولا شغل ولا عاملتهم مثل البشر. أسأت الكلام إلهم لأنهم مسلمين، وما عجبك لون بشرتهم واجيت فيهم لهون على بلادنا وخليتنا نقتل بعض، واخترت لحالك شوي منا وقلت هدول سود مسلمين بس هن مثلنا شرقيين، شلون بدك تفرقنا؟ حكمة تمشي بطريقك ولا صرخ ولا تسب. الحق مو معي عمي عمر، عم نعاني من الإرهاب من 25 سنة، وقبل هيك مئات السنين حاولوا يخلوا الأخ يقتل أخوه، مات الكثير منه، مات كثير، حزنت الأمهات. ما حارب أي شخص من هاي المنطقة، أي شخص تاني من منطقة تانية أو أي سوء، ما أهانوا ولا حقد عليه، ما حسنوا يفرقونا، وهلأ عم يطبخوا نفس الطبخة. عم تتفجر الألغام بمناطق كتير، وعم يصير عمليات تفجير بالشرق. جوتيم بحبك بالفرنسية. خبرني عمي عمان، نحن رح ناكل من هالطبخة شيء؟ شعبنا ما بياكل الطبخة البايتي، كيف بدك يا ياكل من بقايا طبخ الغريب؟ واحد من الشباب قرر يكون واعظ، وكان طمعان انه يكون واعظ بجامع من الجوامع الكبيرة، وكان الواعظ موجود ومو حابب يترك الجامع ابدا. قال الواعظ الشاب للواعظ الكبير: استاذي اذا اخطات اثناء وعظي نبهني بطريقه ما تلفت نظر الناس الي. وكان عند الواعظ الكبير طرق كثيره وذكيه، فربط اصبع رجل الشاب بخيط طويل وقال له: بتغير الموضوع وقت اللي بشد لك الخيط. بلش الشاب بالوعظ وصار يقول: اصدقوا الكلام، ولا تاكلوا الحرام، لا تؤذوا البشر، ولا تكذبوا. كل ما كان يحكي كان ينشد الخيط، كان ما بده انه الشاب ينجح وياخذ محله، وكان يخاف انه ما عاد حدا يجي على الجامع بعد ما يسمعوا هالحقائق، مين بده يتحمل انه يسمعها؟ الواعظ الشاب كان حابب انه يحكي اكثر عن هاي الحقائق، بس لما شاف انه ما رح يقدر يكمل كلامه بهالموضوع قام وقال: ايها المسلمون، والله أرغب بإخباركم عن كل الحقائق، لكن رأس الخيط وللأسف موجود بيد كلب ابن كلب. حكمت ما عاد في حياة يا عمي عمر، هدول السفلة هن ما عندهم حياة. الحمد لله أنه ما عاد في منهم بالجوامع، والناس ما عاد بحاجتهم مثل أول، لأنه العلم والوعي انتشر. بيتنا إذا ما فينا نفوت لجوا. شو هالحكي يا معلم ميماتي؟ رزقنا من خيراتك. بقدر ما رجع السيارة لمدة طويلة. لا تخجلني يا معلم. إذا أنا صار لي شيء
أو إذا صار شي مشكلة بالسيارة قلن أنه انسرقت. ما فيني يا معلم. مثل ما عم قلك، عندن ألف ملف بحقي، من شو بدي خاف؟ مثل ما بدك معلم. لا تنسى تسلم لي على معلمك. على راسي معلم. إذا بيلزمك شي أي شي فأنا بالخدمة معلم. يسلموا عيني. يسلموا. تعرف شو لازمك هلا؟ تشرب كاسة حليب. عبدو، انت بالمخابرات ولازم يكون لك معارف كثير بالدولة. دق لك لشي واحد يعرف لنا وين ميماتي. عمران، بتركك وبروحها. زنطرت من البرد. عم بمزح معك مشان دفي الجو، ولأنك رفيقي وصاحبي وبحبك كثير لك عبود، وما بدي تحس بالذنب. لو مو هيك كنت سألتك وقلت لك يا جاسوس، وكنت سألتك وينه ملفي. عمران طلع الضوء، نحن بحاجة لنحط راسنا بشي محل وننام. هلأ ما عندكن أماكن للحالات اللي مثلك؟ لو في كنت رحت أنا وياك. ايه قوم لنمشي قوم. بالعسكرية عرضوا علي يكون عميل، تعرف، لأني كتير كنت قوي بالرماية وبالقواص. ايه. بعدين اجا واحد من الضباط، كنت وقتها جندي ولساتني ما صرت عريف، قال لي يا ابني الوطن بحاجة إلك، تعال روح معنا على الجبال. بس ما رضيت. ليش؟ لأنه ما تفهمنا التفاصيل. هلا انت قلي عبود، شلون فتت على المخابرات؟ خطفوني خطف. ايه شو انت بنت لحتى يخطفوك؟ لا تضحك علي. اذا كان سر اللي سر، وبسكر تمي وما عاد بسألك. هلا وين بدنا نروح؟ عرفت لوين بدنا نروح، وما يقدر حدا يلاقينا. بس بدي اياك توعدني انك تحكي لي عن كل شيء بالمخابرات. مو أنا رفيقك ولازم تخبرني؟ رح نروح المكتب. صحيح في شرطة حواليه، بس جواته أمان. بلكي بتحن علي وبتحكي لي كم قصة. بعت وراي نظام الدين، مع إني خبرته عن الوضع، بس هو قصر. ما بعرف ليش. بس إذا بدك ياني ضل عندك بضل. لا، ما رح أطول. ما تعذبيهم بغيابي، ماشي؟ خلص جنان، روحي بقى. الله يخليك. رهف، أنا ما عاد بدي أشوف حدا. مري اختي، قرب لعندي شوي. اجيتك اختي، بدي اشوف وشك. اياد، بدي اياك توعدني. اختي الله يخليكي، لا تطالبيني بشي مالي قده. انت ما بدك يعني يكون مرتاحة؟ بلى، بدي ساعدتك. لك عم اسمع منيح اللي بدي قلك اياه. انت شاب ظريف، عيش حياتك. اختي انا رح اعيش هون مع امي للوقت اللي الله بده ياخد فيه امانته. ما بديك تبقى هون وتتبال معي بهي الغرفه. بترجاكي ما تحكي هيك. اسمع، هاي المره انا ما عم بتدخل بحياتك. عيش مثل ما بدك، بالطريقه اللي بدك اياها. أنا رح ضل واقف جنبك.
على طول يا رهف. إياد، أنا ما عاد أقدر أوقف على رجلي مرة تانية، وهلأ هنن بدهم ياخدوهم مني. الله يخليك لا تكون مثلي. بده يجي السيد عمر، مو هيك نازيك خانو؟ ايه جاي بالطريق، ما بقى إلا يصل. ما عم بقدر فكر منيح، لازم حدا يساعدنا ويكون معنا. نحن دايما كنا مع بعض، وأكيد رح نضل مع بعض. والله أنا ظلمتك يا نازك، بتمنى تسامحيني. شو عم تحكي أنت؟ يوم يلي خسرتي فيه علي ما قدرت أفهم مشاعرك وقتها، بس فكرت ببنتي كيف فقدت خطيبة. انتي رح تعلمينا كيف نعيش من دون ايد ورجل. رح تعلميني انا ورهف كيف نصبر على مصيبتنا ونكمل الحياة. الله يشفيها ويعيدنا. الله يكون معنا ويساعدنا ويجبر بخاطرنا. حكمت حكمت شو اللي صار؟ عمي عمر، الكلمة الداعي على نص. أنا مضطر أسمعك يا غبي. خير شو في؟ المعلم بعدني لعندك، لا توسخ بالحكي. أي معلم؟ نحن معلمنا واحد يا حكمات، مراد. هو هون باسطنبول. باسطنبول؟ بده يجي على المشفى، عرف عن جديد، عن رهف. خليه يجي، إذا شافها هلأ شافها أو ما عاد يشوفها. اللي خطف صفية هو مراد على مدار، ما في احتمال تاني أبدا. يا سيد نظام الدين، عملية الاختطاف ما بتصير هيك. في عالم ماتوا كانوا لابسين زي الشرطة، وماتوا رجال للأمن بالبيت. واحد من الشرطة شاف مع أحد المشتبهين مسدس مع كاتم صوت. سيد المدير، أنت لسه ما فهمت، هذا الزلمة عم يحط الشرطة هدف إله، وإذا ما قبضتوا على مراد على مدار راح تكون المصيبة كبيرة، وهالجريمة أكبر دليل. ومع الأسف هالمرة ما رح نقدر ننقذ صفية خانو. معلم، حكمة قال لي انه بدهم يساووا العملية. شو العملية يا عزات؟ ما بعرف معلم، كان معصب وقال لي شو الفرق. هي عملية وبدهم يخدروها. يا ابني خبرنا، في شرطة وشو وضع المشفى؟ الشرطة محاصرة المشفى، هن بكل مكان. يا عزات بدك تفهمني انه المشفى صار مخفر. انا بقدر اروح لعندها، وبعد ما تخلص العملية بتروح لعندها وبتشوفها. حكمت معه حق، ضروري روح اليوم، ولازم شوف رهف شو ما كان الثمن. لو فينا نفوت لجوا يا مراد
كنت بتشوفها. عزت جيب لي هليكوبتر. اي مروحيه معلم؟ هليكوبتر الاسعاف، هليكوبتر الغابه، تاجير، شراء. حي الله هليكوبتر ما عدا تبع الشرطه. عم تفهم علي يا عزت؟ مثل ما بتأمر معلم. الهليكوبتر شو بدنا نعمل فيها؟ طالما انه ما فيني فوت من الباب رح فوت من الاسطوح. انا ما عندي علم يا سيد نظام الدين. جماعة مراد على مدار عم يتبادلوا اطلاق النار قدام بيتي، وانت ما عندك علم بهالشي؟ وقت اللي طلعت من البيت ما كان في شرطة. لكن مين كان هنيك؟ ما كان في حدا. آخر مرة عم بسألك، إلك شي علاقة مع مراد علم داره وجماعته ولا لا؟ صار مرة واحدة بس. إمتى هالحكي وكيف؟ إجا ميماتي لعندي مشان يعطيني المصاري لرهف، ترك المصاري وراح. إذا رجعوا إجوا مبارحة بيكون مشان نفس السبب، بس أنا ما معي خبر بنوب. شوفي يا أنسي جنان، أنا ما بيهمني هدفك أو هدفهم، بيهمني شغلة واحدة بس، هدف واحد ما في غيره، هو القضاء عليهم كلهم. هلأ فيك تطلعي. بابا ما في طريقة لنوقع نظام الدين؟ يعني معقول ما عنده أخطاء؟ نسرين، تعرفي السكر يلي بيسد المي؟ يعني يلي بيفتحوه أحياناً، إذا ارتفع منسوب المي تطلع منه المي قوية، ونظام الدين هو هذا السكر، وإذا انكسر هذا السكر منصير كلياتنا تحت المي. ليش شو ضل أكتر؟ عم قلك كلياتنا منغرق يا نسرين. عندك أولاد مثل الورد، لا تتدخلي بهيك شغلات أبدا. بابا لو كان هدفهم من الأول إنه يقتلوك كانوا قتلوك من زمان، وكانوا قتلونا. لأننا بيعرفوا منيح إنه ضيا ما بيحكي، إذا حكى ضيا ما بيعيش، واللي بيفكروا مثلك في منهم كتير بهالبلد. أنا كمان فيني أحكي مثلك وأكتر يا نسرين، بس بعد هالعمر نحنا الوحيدين اللي ما عنا برنيطة، وبينلف الحبل على رقبتنا بكل سهولة. لا أبدا، مستحيل. مثل ما بدك معلم، أنت سألتني وأنا جاوبت. أنا ما فيني فوت على مشفى مجانين مشان أطلع من هون يا عبدين. معلم ما بتحسن تفوت وأنت بالحالة هي. عبدين بخنقك. هلا إذا خنقتني ساعتها بيفوتوك. لو من زمان كنت أخذت رقم 47. 46 مراش، 47 ماردين. حلو كتير، عم تمشي مزبوط. مراش، ماردين، إذا منوصل على اللازي بيكون ماشي الحال. ليش شو في باللازي؟ العصفورية معلم. عبدين، يا حبيب قلبي، ما عم تفهم؟ أنا واحد قدمت خدمات للدولة 30 سنة، شو بدها تفرق معي إذا كنت بالحبس ولا بالعصفورية؟ بسيطة كتير معلم، ما فيك تطلع من هون، بس من هنيك فيك تطلع. عابدين، بعرف انه القعدة هون صعبة كتير، بس بنفس الوقت الجنون ما بيناسبني، ما فيني اتحمل. لازم نلاقي طريقة تانية لنهرب من هون. من زمان كان حفر النفق سهل، بس هلا مستحيل. لو كنت واحد تاني كنا قلنا حولوه على المستشفى، ومن المستشفى هرب، ما لح يتركونا نهائيا. طيب شو رأيك نلعب لعبة الجلطة؟ ايه بيصير، وبيرجعوك فورا حتى ما ياخدوك على المستشفى. لك شو انت بدك تجنني يا عبدين؟ هيك بيكون اكبر معروف يا معلم اني انا واقف جنبك. معلم خلص الدرس اليوم، منكمل بكرة. Thank you.
هون وانا بروح معك. انتوا اللي بتبقوا هون. انا خايفه عليك، شو رايك بلاها؟ لو ما اجيت لعندك لمت، واذا ما بروح لعند ابوك صفية بأمانتها. على راسي. هي بتكون أختي. ولا يهمك. إذا ما برجع على الأمانات ما راح حدا يغلبك بهيك معركة. يلا حبيبي مراد، السما والأرض نيناتهم لك. عمي ما بدك تجي؟ أنا بدي ضل يا ابني. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. تستنوني 10 دقائق وبتخلوا الهليكوبتر شغالي، وإذا ما رجعت على الموعد بترجعوا بتروحوا لعند الخال. فهمت عزت؟ ما فينا نتركك هون يا معلم. عزت مو وقت تناقشني، نفذوا بس امرك معلم.
رجع الثعلب للكوخ يا عبدو. نسيت ما بتحبني إلك عبدو، عبد الحي. طيب بقتلك إذا بتفتح تمك مرة تانية بهالموضوع، فهمان؟ الدولة ما بتقتل يا عبد الحي، عم تفهم؟ أنا آسف، ما عاد رح أعيدها. انحرقت إيدي، هون الباب. هذا أنت عبدو؟ ولا مسدس حدا تاني عبود؟ هاي حتكون مهمة عبد الحي، وشه مو كتير معروف، فينا نتحرك عن طريقه. معلم، لما بيختفي الشباب بيسألوا عنه، على الأقل يخبرني. أنا يلي رح خبرك، بس ما بدي حدا يسأل عن عبد الحي. مثل ما بدك. نحن ما انحرفنا عن طريقنا، ما هيك؟ شو اللي بتقصده؟ شو عرفني عمق وما عمق؟ نحن ما عم نشتغل مع الدولة، مو؟ يلي بيكون عنده شراكة مع الله بياخذ كتير، ويلي بيكون عنده شراكة مع الدولة بيعطي كتير. ما ضل عنا شيء نعطيه يا معلم. معناته ما في انحراف نماتي. أطيبك للعالم. من زمان ما كان حدا يقدر يشغل المنال غير ليكون نفسه طويل. هلأ بتشعل هالكبريتة وخلص، في منه عالكهرباء، بس أنا ما بحبه لأنه ما بيطالع ريحة. شو في جواتها؟ بهالكيس في أماني. سلاح ما؟ شو سلاح عيب لحتى حطه بالكيس يا بنتي؟ لكن أمانة شو هي؟ شو رأيك هلأ ناكل لحم؟ لا تنزعي القعدة، هاي أماني، لا بنسأل ولا بسأل. طلع شهادة البنت، دورنا عليه بالبيت كمان ما لقينا الكريبتكس. معناته أخذينه قبلك، الكريبتكس كان مخبى بهداك البيت. إذا في حدا أخده قبلنا ما عنا غير احتمالين، مراد والسيف. إذا كان مراد ما رح يقدر يفك الشفرة ويفتح الكريبتكس، ما في خطر. ممكن يفضحك ويعرف شغلات كتيرة عنك. حتى لو مراد عرف شي عني، وحتى لو كانت البنت مع مراد وعرفت، وحتى كل رجاله، ما بظن انهم يعرفوا الحقيقة.
لاقي الكريبتكس واقتول الباقي. الشخص الوحيد اللي ما عرفت مكانه هو السيف. إذا ما لقيته هو رح يلاقيك، بس تفك شفرة الكريبتكس لازم تلاقيه.